نذكره كامل حسين بن حديد جنرال ماجور واش صرا فيه في سبتمبر 2015 لما جرى حوار مع مغرب إمرجان ومع المغاربية ولكن خاص مع مغرب إمرجان وحتى مع الوطن تاني وين تكلم على سعيد بوتفليقة كنت مشجع النقدية اللي كان في مع سعيد بوتفليقة أنا كتاباتي ما زالت موجودة على كل حال راه عندي لكم واحدة سبيسيال الناس اللي اكتشفوا روحهم معارضين اليوم كلمة سعيد بوتفليقة وقال هو اللي راه يسير في الدولة وقال هو مختل عقليا وقال جاو شغل فيلم هوليوود وقفوا في الطريق شركلوه كده من الدولة الأمريكية تعالى بشديد ومن بعد داو أقل العنطر وذلنا المهم سيسا بروح في الحبس ضرب فيها عدة أشهر في الحبس بعدها أخرج حاكمه له كده من المهم أكملش هذه الفترة كاملة زاد في مارس 2019 مع الحيران وكذا دار رسالة في الوطن قال لها يديك من يزم الناس تخلها في أفريل 12 واخيرا قال لها والحل بين سيد قيد صالح ما يعرفش يقرأ الله يرحمه على كل حال ما يعرفش يقرأ ما فهمش وش كتب بن حديد قال لك راه يحبط في معنويات الجيش داروا في الحبس هاو في الحبس يمرمدوا فيه القضاة والقضاة مشوا بالأوامر دير لا غير ما تلقى يتصالح ثم المحامي تاعو ما سمعش مستاذ مشري ما سمعش ثم خرج داروا الملف تاعو ايا اطلبوا ليبرتي بروفيزوار ثم يعطوا له بريزون شارج يروح يداوي في فرنسا ويكثر خيرهم يستاهل لانه هذا مجاهد وفي الوقت اللي كانت الناس تنبطح هو كان يتكلم والفضل يعود الشنقريحة على كل حال لما نشم اللي نشكرهم ولكن اللي يدير حاجة مليحة ما نقولوش ماشي مليحة قولوا مليحة يعطيك الصحة وكمل ماذا بينا تجي في جهة الحق ما تجيش في جهة الباطل هذا ما كان On n'est pas là pour distribuer les bons points. On n'est pas là pour distribuer les bons points. On n'est pas là pour distribuer les bons points. On n'est pas là pour distribuer les bons points. On n'est pas là pour distribuer les bons points. On n'est pas là pour distribuer المحاكمة تاعو مرة زوجة لي ريبورتي هي دوسي سيرمونت كلاس خلاص 5 جويي بالحديد يحضر احتفال في نادي الجيش بن مسوس ويجيب ضباط يقفو ومعهم سعيد الشنقريحة قائد أركان الجيش كان غير كيما ترقى لا فارق جنرال دو كور دارمي جاء وخمس معاه أعاد له الاعتبار إلا ريابيليتي بارك الله فيه إلا ريابيليتي أنا بقترح سؤال القضاة واللي حقوا مع بن حديد واللي كتبوا أنه مس معنويات الجيش ها هو في نص الجيش يحتفل بالخمسة جويلية يا خبثاء وين تحطوا وجوهكم لو كان عندكم جرام رجلة ديميسيونير قال تكلحنا يا ابو قلب تكلحنا اه تكلحت مشيت في الخط قلوا مسيت معنويات الجيش اه وفي نص الجيش والجيش محتضنه وهو عزيز مكرم شفتوا كان ما تكلمش ماشي اللي يهمني بن حديد نو بن حديد خلاص ده الاعتبار تاعو كذا منا وربي يزيد له ويسهل عليه
انا اللي يهمني هذا الانذال هذا الرخاص تاع لي جوج ولي بروكيور وهذوك اللي حقوا معاه في الجدارميه وكذا يا حلالي نا واش نورمالمون ديميسيوني وغادي يبرمج له في المحاكمه ولا خلي يبرمج النقطه وهذاك كي الجمهوريه بالغراق يحوس كاش يغرقوا شفتوا كيفاش كل شيء بالتليفون احنا نحبذوا التليفون اللي يصلح وضد التليفون اللي يهدم نحبذوا التليفون اللي يرد الاعتبار ويعطي اللي صاحب الحق حقه وضد التليفون اللي ينحي الحق المناه لصاحبه